والان نتوقف مع جوله اقتصاديه لابرز اخبار المال والاعمال نستعرضها في التقرير التالي نبدأ من الشأن المحلي حيث كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري عن تنظيم حملة تفتيشية شاملة خلال شهر رمضان المبارك للتحقق من التزام منافذ البيع بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات المعروضة ومطابقتها عند نقطة البيع للسعر المعلن. الجابري اوضح ان الحمله التفتيشيه الشامله تشمل التاكد من صلاحيه انتاج وانتهاء المنتجات المعروضه للمستهلكين وتامين وجود البطاقات التعريفيه على السلع والمنتجات مؤكدا استمرار اداره حمايه المستهلك بالمعاينه الميدانيه فيما يتعلق بجديه الحملات الترويجيه والتخفيضات المرخصه قال عضو مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية محمد جواد إن الجمعية وشركات التأمين في الأطوار النهائية لإصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل، والتي من المتوقع أن تصدر بقانون من مصرف البحرين المركزي بمنتصف العام الجاري 2018. وبين جواد أن الوثيقة الموحدة للتأمين ستوحد إجراءات الحد الأدنى للمطالبات كما هي في الطرف الثالث، بما فيها من رسوم استهلاك ومبلغ التحمل وكيفية الإنفاق على سعر السيارة. نتائج البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري تعد إيجابية لتصنيفها الائتماني، هذا ما أكدت عليه وكالة موديز للتصنيف الائتماني حيث ارتفعت الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي السعودي بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنحو 7% لتسجل أكثر من 12 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأرجعت وكالة موديز تحسن نتائج البنوك السعودية إلى انخفاض تكلفة التمويل والمخصصات، ما يعكس تحسن ظروف التمويل في المملكة السعودية. إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 309 مليارات دولار بزيادة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام 2017 وكشفت بيانات المصارف المركزيه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن النقد الأجنبي السعودي شكل 52% من إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج بنهاية الربع الأول من العام الجاري. اتفقت الصين والولايات المتحده على عدم الدخول في حرب تجاريه وعدم فرض رسوم جمركيه إضافيه على بعضها البعض. حسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وكان البلدان أصدرا بيانا مشتركا أعلنا التوصل إلى اتفاق للحد من العجز الأمريكي في المبادلات التجارية مع الصين وتطالب واشنطن بخفض عجز بنحو 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي. إذ بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين العام الماضي نحو 375 مليار دولار. وافق البنك الدولي على تقديم قرض إلى الصين بقيمة 150 مليون دولار لتمويل شبكات النقل المائي في مقاطعة هوبي بوسط البلاد. ونقلت وكالة شينخوا عن مكتب البنك الدولي في بكين أن القرض يهدف إلى الارتقاء بقدرة وإمكانات النقل المائي الداخلي بمحاذاة نهر هانجيانغ في المقاطعة. إجمالي الإنفاق العالمي على الأدوية سيزيد بمقدار 367 مليار دولار حتى العام 2021 وذلك مع تحسن آفاق الطلب. هذا ما توقعه مختصون في مجال الصناعات الدوائية. وبحسب التقديرات الدولية فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على الأدوية والعقاقير تريليون وخمسمائة مليار دولار بحلول العام 2021 بزيادة تصل إلى 33% عن مستويات العام 2016 مع تطور اتساع النطاق الحضري